سالزبورغ أمام ريال مدريد، الفريق الأسباني. بالنسبة لريال مدريد والموسم الإعدادي لهذا الفريق الملك يأتي من خلال هذه المباراة بتمرير كتيبة زين الدين زيدان. عموما مشاهدي، رقم 14 في الجهة اليسرى، هالاند 30 في المقدمة، وحتى وكلاء اللاعبين المطروحة حاليا، وهنا لدينا تزيدا من كاسيميرو إلى خارج أرضية الملعب. رؤية ريال مدريد لجماهير ريد بول أكيد أمر مهم للغاية. مشكل يوم جاتي اليسرى تصل الآن خطيرة لسالزبورغ عربية، لكنها بعد اللي قال فيه هنا محاولة خطيرة وصلت ليو يسدد لكنها إلى خارج أرضية الملعب. هذا الياباني تاكومي شاهدها في كأس آسيا الأخيرة مع نتكلم عن الحاجة والفرق ذات الحاجة. هنا لدينا كرة عرضية خطيرة بسيبة، وأول الأهداف والفرص تضيع لمصلحة ريال مدريد تحديدا لخاصة بعد أن خرج زيدان وصرح للصحافة. عرضية خطيرة من 13 لمصلحة ريال مدريد، هزت يسدد لكن ريال مدريد لكنها لا ترضي ظهور الجماهير، ولدينا محاولة تسديدة تتحول إلى ركلة زاوية لمصلحة ريد بول سالزبورغ. هازارد لديه الكرة خطيرة، هازارد هدف، هازارد جول، الله، أول أهداف في المواجهة، هدف يأتي عن طريق إيدن هازارد في مرمى ريد بول سالزبورغ بالطريقة المحببة التقليدية للبلجيكي إيدن هازارد. وصلت عن طريق كارفخال، مرور بشكل ممتاز، الكرة العالية في عقد اللاعب، هذه كل الأمور التي تجعل بعض اللاعبين تشوف أسعارها وتستغرب من خروجه. جرب كرة تسديدة قوية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، ركلة مرمى لوصل الشوط هنا. هذه مشكلة ريال، وكيف أضاع مينامينو، كيف أضاع مينامينو هدفي. تغيب اتجاه طول من اللازم عالية تقريبا مليون لريد بول سالزبورغ. مقولة الكرة الأمامية للصفقات، إيدن هازارد للثاني مرة حتى راء هازارد، والكرة تبعد وتصل إلى إستان بوفيتش. انفراد آخر، محاولة أخرى عن طريق إيدن هازارد. شوف هنا السرعة، المرور، الله على المرور، ذكي جدا هازارد في اللقطة، موجود يمرر لمارسيلو، الكرة في الجهة اليسرى العرضية على القائم الثاني خطيرة، وإيسكو يتدخل على بنزيما، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، طريق توني كروس. الكرة العالية رأسية هازارد في الجهة اليسرى خطيرة، هازارد على طريق يمنى يحاول المرور، كارفخال لازالت لديه الكرة، يلعب مع راموس، كلها مر الكرة لكنها تلعب في الخعالية. أزمة في البناء النادي مرة أخرى عن طريق يوبو ديارة في الجهة اليمنى. هنا لدينا كرة خطيرة للغاية لتعديل لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب، إلى خارج أرضية الملعب. نعم، لست الفريق مواهب وبيع عبي أسعد عن طريق إسكو، تلعب الكرة العرضية. طبعا وجود برشلونة تجديد، سمعنا خيار آخر أريكسون في الجهة اليمنى، محاولة ربما للتسديد، تسديدة قوية بالنسبة له. هنا لدينا الكرة الأمامية، محمد كمارة يسدد كمين المتبقيين، هنا لدينا الكرة موجودة، لوكا، الله على مرور لوكا وتسديده كارلوس يدخلوا بالتغطية الدفاعية والابعاد الذي يأتي في اللحظة الأخيرة بشكل مثالي.